أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في الأسبوع القادم يحتفل بعض المسلمين باحتفال بالمولد النبوي، ما توجيه فضيلتكم لنا في علاقاتنا مع أهلنا في بلداننا؟ النصيحة، علاقتكم النصيحة، وتبينوا لهم أن هذا لا أصل له في الشرع وأنه بدعة، تبينوا لهم هذا، هذا واجبكم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.